السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بايثون كاد من برامج الأوبن سورس المجانية اللي تقدر تشتغل عليها بسهولة، وتقدر تفتح اللوحة اللي تكاد تشتغل عليها، هتقول له نيو، ولو أنت عايز ترسم مثلا ريكتانجل تقدر ترسم اهوت، هتقدر تقول له مثلا عايز أرسم سيركل، يجي هنا مثلا تقول له أنا عايز أرسم سيركل اهوت من منتصف هنا لهنا ومن هنا لهنا، وهتلاقي عندك هنا الليارات، تقدر تقول له انا عايز اضيف لير جديده، هتسمي اللير دي مثلا لاين. اللاين ده ممكن تبدا تخليه يظهر او ما يظهرش العناصر اللي موجوده عليه، يعني مثلا هنرسم حاجه بالشكل دوت، وبعد كده نيجي في اللاين اقول له مثلا هايت يخفيه، او اقول له شو يبدا يظهر. تقدر تعمل سناب للحاجات اللي انت عايزها، تعلم مع الحاجات اللي انت عايزها تتفاعل معاك وانت شغال. تقدر تقول له مثلا عايز ارسم ارك من هنا لهنا اهوت،